لسنوات عديدة كانت قطر نقطة جذب إقليمية للفنانين، عنوان استقطب فنانين من مختلف أنحاء العالم العربي وشجعهم على إظهار فنهم. في الآونة الأخيرة نمت هذه الطاقة الفنية. أنا مزاحم الناصري، واحد من هؤلاء الفنانين الذين جاءوا من الخارج والذي وجد الإلهام الإبداعي هنا. الآن أريد أن أشارك هذا معكم وأخذكم في رحلة عبر الزمان والمكان وتعلم الأفكار المستوحاة من الفن والتقنيات المستخدمة لإنتاجه، درس وراء درس. وأسبوعا بعد أسبوع سوف نرى كيف ازدهرت عواصم الفن الأخرى، بينما تصبح قطر عنوانا دوليا للإنتاج الفني. كيف يمكننا مواصلة هذا الإرث العظيم في هذه الأرض؟ يلا تفضلي شوف. تسلم. تذكرين حكيت ليش على فنان هذا السيزن في الدرس الاخير؟ التفاحات والكذا وليش وانا لا اكثر من منظور فيها لانه ما اخذ من اكثر من جهه. ايوه، وهذا راح يفيدنا. تفضلي. وهذا راح يفيدنا بالمدرسه اللي راح نحكي عليها هسه، كلش مهم لانه يرتبط كثير بهذا الشيء. اوكي اوكي يلا تفضلي. تسلم. تفضلي. مهمه جدا هي المدرسه، اللي هي المدرسة التكعيبية. مدرسة التكعيبية. طيب شنو اللي استفادتها من سيزن؟ اللي استفادت من سيزن أنه هي أخذت من بعض لوحات، يعني من سيزن أخذت شيئين. الشيء الأول أخذت من أكثر من جانب، قام يعني سيزن أخذ مثلا موضوع التفاحات اللي رسمها من أكثر من جانب، عشان شي كانت لها يعني قيمة كبيرة. أي الثاني أنه سيزن رسم الأشياء مسطحة، يعني ما رسم بها ظل وضوء وكذا لا، مسطحات يعني أشبه بي يعني شغلات هندسية، يعني مسطحات هندسية، مربع مثلا. رسم جبل في نهاية حياته، رسم جبل. هذا الجبل استفادوا منه التكعيبيين وأخذوه، وما كان اسمهم تكعيبيين، هاي بعدين يعني صارت التسمية عليهم، بس أخذوا هذا الجبل، جبل سيزان، واستفادوا منه. واستفادوا منه في طريقة التكنيك، شلون مخلي الفرشة، يعني شلون الفرشة، شلون يخلي اللون، شلون مسطح الكذا هذا من أكثر من جهة. من هذا هاي المدرسة استفادت من سيزان اللي هم روادها، يعني أبرز فنانيها، يعني هو بيكاسو وبراك. حلو. هذول اثنين. ولهذا تتذكرين مرة قلت ليش بيكاسو يقول على سيزن، هو يقول أبوهم بالضبط، عافية، يقول هذا أبونا بالفن. زين أستاذ، قبل ما ندخل في تفاصيل أكثر، لو تشرح لي شنو هي التكعيبية بشكل عام، يعني أساسنا أقدر أفهم أكثر. يعني التكعيبية هي يعني إرجاع الشكل إلى العوامل الرئيسية ماله، إلى يعني مثلا من كأنما أسطوانة، شكل كأنما أكو أسطوانة أو مكعب أو دائري أو يعني مثلا هو الشكل يعني ويرجع يعني حق أصله ممكن؟ هي يعني هي مدرسة تكعيبية. شنو يعني هي؟ ما معقول نقول مدرسة دائرية أو المدرسة المستقيمة. أشكال هندسية بشكل عام يعني؟ بالضبط، هندسية، خطوط هندسية واضحة على شكل مكعبات. حتى من هي صارت هاي التسمية ناقد فوكسيل جاء على معرض في وقت من الأوقات، زين، وشاف لوحة للبراك، فقال هاي كأنما على شكل مكعبات يعني، وراحت الحشاية. ثاني سنة أيضا فنان كلش يحبهم، يعني جدا معجب بيهم، اللي هو ماتيس، معجب بهاي المدرسة، فأيضا شاف لوحة للبراك، هم قال هاي تشبه المكعبات، لوحة براك، كان مشترك بلوحتين
يعني وداخله بالمسابقه او داخله بالعرض يعني مقبوله من لجنه التحكيم. فقال هاي الاشكال كانما مكعبات. فصارت التسميه على هالاساس. صارت على هالاساس يعني وبداوا يعرفون انه هاي مدرسه. قلنا احنا اهم الحين ابرز رواد هذه المدرسه بيكاسو براك. هذا ابرز شيء. بيكاسو ليش اقول لك بيكاسو اول؟ لان بيكاسو رسم اول لوحه تكعيبيه بالعالم. اللي هي مستفاد من لوحة سيزان الجبل. هذا الجبل رسم نساء أثنيون. هاي أول لوحة تكعيبية بالعالم. زين هني هي انطلقت يعني من هذه اللوحة ولا شلون؟ هي لا مو انطلقت من هاي اللوحة بس هو ما استفادوا من هاي المسطحات طوروها لأنه هي شوفي أنت خلي ببالك أنه قبل التكعيبية إلى الكلاسيك كلهم كانوا يرسمون يعني الأشياء ريالي الأشياء الواقعية أو حتى الواقع. من خيالهم يرسمونها يعني بشيء يعني واقعي رومانتيك كانوا يرسمون من خيال يرسم ملاحم يرسم بس من خيال من يعني بس يرسم واقع يرسم شخص يرسم مرأة يرسم كذا منظر طبيعي الكلاسيك يرسم النيو كلاسيك الرومانتيكي يعني كلها نفس الشيء قبل هذه مدرسة التكعيبية يرسمون شيء واقعي إلى هاي المنطقة المدرسة لأنه هذا التطور الحضاري في كل شيء الفنانين لازم هم قاموا يباعون على العالم من نافذة فلازم يسوون شيء يعني صحيح. ما ممكن أنه تمشي الأمور وبعدين ظهر التصوير ظهر التصوير هذا خطر كان على الفن يعني عن الرسم فلازم الفنان التشكيلي يسوي شيء فهمت شلون لازم يسوي شيء يعني خطر يتزامن ويتطور الحضاري اللي يصير بالعالم على الأساس هم يعني هم استفادوا من كل هذا واستفادوا من قلتش من سيزن واستفادوا من كثير من الأفكار والنقاشات ومع التطوير إلى مع التطوير نعم إلى أن وصلت إلى ما وصلت إلى المدرسة التكعيبية هذا هي في وقتها تزامنت وياها ثلاث مدارس شنو هم المدارس؟ مدرسة التكعيبية اللي كان في بفرنسا يعني نشأت بفرنسا يعني المدرسة المستقبلية بإيطاليا تزامنت وياها والمدرسة التعبيرية بألمانيا حلو زامنت ويا هاي ثلاثتهم زامنوا بس رواد هاي المدرسه كانت اكثر تكعيبيه فهي انطلقت اكثر اي حتى لما صارت الحرب العالميه الاولى كانت منتشره في ايطاليا في فرنسا في كذا في ميونخ منتشره التكعيبيه لما صارت الحرب ما اثرت ظل اكون كثير معجبين بها من الفنانين الشباب تطورت وصارت وما وصلت عليها وايضا كانت تعتمد على ثلاث نقاط مهمة في رؤيتهم للأشكال يعني شلون يشوفون الشكل وشلون يعني شلون يسووه بعدين باللوحة تحليل الشكل حللوه الشكل حلو أوكي يحللوا مثلا الإيد على شكل أسطوانة الجسم على شكل مكعب مثلا بدي من هنا الرجل على يعني تحليل الشيء الرأس على شكل دائرة أو مكعب على افتراض أوكي تفكيك هاي الأشياء تفكيك يعني شلون تفككونها يعني تفكيك يعني ماكو شيء مرتبط بشيء يعني كل شيء مبتعد عن بعض كل شيء مبتعد عن بعض بس هو مرتبطين بالاخير شو فيهم كانما هم ما ضل على هذا الشيء ما ضل على شيء بعدين تجميع هذا الشيء هي هالتجميع هي اللي تكون كل شيء مع بعض يعني بس اي بس انت ما راح تشوفوها مثل ما نشوفها بالواقع الحال يعني ممكن الايد تصير غير مكعب بس انت تحسين بانه هاي يد هذا الفكر حلو فهمت شلون؟ يعني بما معناه أن هم ما يعتمدون على التحليل التكنيكي للفنان ما قبل التكعيبية طيب هم ليش اهتموا في هذه الزاوية اهتموا يعني؟ بهذه الزاوية لازم يسوون شيء فنان لازم يسوي شيء فنان ما لازم يظل واقف مكانه يعني أنا هسه رسام واقعي يخون بس أنا أظل أرسم واقعي بس لازم أضيف له شيء يمكن لازم أضيف له شيء لازم أضيف لوحتي شيء لازم أضيف استفاد من كل التكنيكات الموجودة من كل الأشياء المتوفرة علميا إلي هم نفس الشيء هم في 1907 و 1911 يعني مو مثل ما هسه متوفرة كل التول صح كان صعب يعني حصل كل شيء يعني أكيد فهذا هاي رؤى ثقافية في كل المجالات في الأدب في الفن يعني كثير هاي مشت هاي الامور يعني لما احنا حكينا عن المدرسه اللي قبل هاي قلنا استفادوا حتى من التحليل النفسي لفرويد تتذكرين ايوه كل شيء الان غير
الان نستفاد من كل التكنيكات، بس هم في وقتهم لازم يكتشفون يكتشفون كان بصعوبه، يعني بصعوبه ان يكتشفون شيء امام الانطباعيين، امام الوحشيين، امام الرومانتيكيين. انت تجيب مدرسه تضاهي هاي وتسوي شيء وينسون هذه المدرسه والعالم تبلش بها المدرسه، حابه يكون في لهم ستايل جديد، طابع جديد كبير. يعني نعم، فهم اخذوا من سيزان وحللوه ودرسوه زين، والاشكال اللي هو سواها، المسطحات اللي سواها، هم سواها على شكل مكعبات، ايضا مسطحات مسطحات لونيه، بس اي بس على شكل مكعبات، على شكل كذا. فهي قلت لك قلت المدرسه تسميتها من مكعب، من اسم مكعب للوحه لبراك. قلت لك يعني باخذ هذا الناقد فوكسيل بالسنه الاولى، وبالسنه الثانيه ماتيس، في واحد ثاني ايوه فنان ماتيس، فنان شهير، قال ايضا هاي اللوحه كانها مكعبات. فقلت لك هاي جت التسميه، بس هذا ما يجي بسهوله. يعني بيكاسو، لما نقول بيكاسو فنان كذا 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 في الفنان القرن العشرين، هذا ما جاي من فراغ او من لعب، من لا شيء. صحيح، تعب هو على اساس انه يكون الحضاره هي حلقات متصله مع بعض، فهو هضم كل هاي الاشياء وجاب هذا الشيء. حلو، فهمت شلون؟ الى هنا ينتهي درسنا يا شوق. وان شاء الله على الدرس الجاي نكمل التكعيبيه، لان التكعيبيه نراد لها بعد نحكي بيها. اوكي، يعني الحين ما خلصت التكعيبيه؟ لا ما تخلص ان شاء الله، خلاص بعد نخلص. اوكي اوكي خلاص، بس هذا اذا استوعبتيه ان شاء الله زين، الدرس الجاي ان شاء الله نتذاكره بشكل بسيط ان شاء الله. خلاص، يعطيك العافيه. يا وسهلا، هلا وشوق، مع السلامه. يا اهلا وسهلا، هلا وشوق، هلا. شلونك؟ احوالك زين ان شاء الله؟ احوالك الله يسلمك، الله يسلمك. شلون بركه؟ شنو هالحمل هذا؟ يجنن هذا العمل. هو اللي برا؟ عمل راقي جدا جدا جدا. عيونك صراحه، عيونك. الله يسلمك، عاشت ايدك عليه ان شاء الله. الله يسلمك، مبروك المرسم. الله يسلمك، شغل ممتاز وحلو جدا. عافيك ان شاء الله تبدع به. يلا عاد بوجودك. الله يسلمك، يلا اشتغل انت يا بابا على اللوحات ونحكي ان شاء الله.
خلصنا تقريبا نشفت اللوحه تعرف انت الاكريليك الحلو فيه ينشف بسرعه يعطيك اللي تبغيه بسرعه ما يضيع وقتك اي طبعا محمد انا هاي اللوحه البرة يعني صراحه كثير عجبتني عندك تجارب بعد عليها اي طبعا هي تقريبا اول ما بديت احضر حق الابيض والاسود مع نوعيه التكتشر بديت هذه وخليت مثل ما تقول التيمه مالتي اشوفه وانا طالع المرسم وانا نازل من المرسم بحيث ان كل افكاري مستنبطه منها فطبعا مثل ما تشوف الحين قاعد نحضر حق الشغل انت براحتك يا محمد انا اهم اجيب الستاند اجيب الشيء ونقعد نتونس ونسولف انت ترى في كانفاس هنا بعد كانت تحضره اوكي تبي تشتغل فيه اوكي خليه قدامي لوحه هيك شيء ونتونس ونسولف حلو سديد نسولف على شغلك والله حاضرين هذول انا اعتقد شايفهم بال 2007 شايفهم 2008 ما يعني بهالحدود انا شايف فيك عندك شغل اي الله يسلمك هذه تجربه عملتها خصيص اللي بنى لي دكه وكانت بعد تجربه بعد تجربه الطين اللي انا اشتغلتها في 2002 نعم بنفس تقريبا الحس والتكشر بس انه كان طين طبيعي طين بيتنا طين طبيعي ايه طين طبيعي معالج يعني من بيئه قطر خلينا نقول من بيئه قطر من بيتنا ليش لان اذا اخذت الطين جديد في نسبه ملوحه نسبه ملوحه فالنسبه صح. الملح شوي اثر على العمل صح فاخذت من طين بيتنا لان طين بيتنا مسقي 30 سنه هو يشرب ماي صحيح فمرايح الملح فالملح كله رايح تقريبا فمع الصمغ العربي فتحول الى عجينه تدري احنا الاول ما عندنا ذاك الجسو يعني ما كان بالكميه او لحم ما وصلنا للجسو خلطته مع الصمغ العربي مع شويه املشن فطلعت عندي عجينه نفس الجسو بس ميسته شيء حلو وهي بعد ما ينشف يطلع لك لون الطين الطبيعي اوه يعني انت تشتغلها لونها ابيض فبعد ما تنشف يرد على اللون الطبيعي اللون الطيني ومغلف ببلاستيك ما تشوفه مات وثابت هو الصمغ العربي وتمسك في القماش لان القماش خام مش القماش معالج لا وثابته ثابته وتشقق يعني مثل ما حركت الكانفاس تطلع تشققات وهذه اللي حصلت على الجائزه الاولى في دكه انها تتحرك على كانفاس مش على خشب ايضا محمد شغله انا تونست بيها يعني صراحه من لوحاتك هناك هذوك اللوحتين هذول هذا الشغل ايه هذا بمواد مختلفه يعني ميكس ميديا بس ايضا جديد بشغلك يعني انا ما اعرف هذا شغلك الجديد اريد انا شويه تحكي عليه وهذول اللوحتين هاي اللي وراك هذول هم اللوحتين هم بيها ميكس ميديا اكيد يعني هاي هسه اللوحه راح تشتغل عليها هم راح تضيف لها هذا الشيء طبعا هي تكمله يعني استرسال في مستمر الحاله يعني تكنيكيا استمرار الحاله زائد مع وجود التقنيه او التكنيك اللي احنا قاعدين نشتغل عليه بحيث انك انت ما تطلع يعني ما تشت بالمشاهد انك انت تقفز قفزات خشنه لا الارضيه مالتك موجوده وهي تسلسل للعمل يبقى شنو التكوين مالك هو اللي يختلف زائد العناصر اللي راح تضيفها يعني في عنصر مثل ما تشوف في ورق قطن تستخدمه بتكوينات مثل ما انت شايف زائد اللاين اللي انا مثلا حابب انه يلم هذا التكوين ساعات يجيك من خيط وابره ساعات يجيك ابيض ساعات يجيك اسود ساعات يجيك لون اوكر في ترى او ورق جاهز في تعال تكتشر جاهز في المكتبات ولكن ما منك مش منك وراح يتشابه في يصادف يوم من الايام انا اشوف غير فنان انك تشوف لوحتك موجود فيها نفس التكتشر هذا احساسك لا صحيح. يمكن ان يكون يدي نفس يدك خطي نفس خطك في اختلاف في هال يعني انت بس اسمح لي تذكرني مقوله البيكاسو على اساس خلينا نحكي بيكاسو يقول ليس هناك تجريد لوحة تجريدية
هناك لوحة موجودة، يعني لوحة واقعية، بس أنت جردتها من الواقعية مالها، بس بقى جوهر الشيء اللي تريد ترسمه. نعم. وهذا هو والتركيز والفوكس عليه. بالضبط، هو هذا جوهر الشيء، كن هالشيء والعناصر. وعشان حنقول لوحة معاصرة وتمسني أنا وتمس هويتي، يعني هي هموم وبحث أكثر من أنك أنت تدور على مشهد ترسمه. هذه الاهتمامات في العناصر اللي أهملت صح وتركز عليها فتصير فيه حميمية كثير أنك ترجع، ولكن طرحها بشكل معاصر. هو لازم طرحها بشكل معاصر ويواكب اليوم الفن في العالم. أنت ما تعرض اليوم، ما تعرض وتفكر في المحلية، تفكر أنك أنت عملك أن يكون عمل مقروء عالميا. هو شوف، أنا حسب ما يعني على فهمي أنه أي فنان بالعالم اشتهر، هو سوى أول مرة البيئة ماله، يعني المحلية ماله، المحلية تسوها عالمية. نعم. يعني إحنا دائما نبحث عن مفردات غربية خاطر نسوي لوحة حديثة، هذا غلط. أنا أصوره يعني ومن وجهة نظري، يعني مع احترامي اللي سووه. أنا إذا تشتغلون سولف، يعني أنا هم أريد أن مو جاي عليك، جاي أشوفك، وأيضا هم أحب أن تشتغل أنت براحتك، يعني مو لساعات الكلام يستشغل. صحيح صح، أكيد أكيد. خلاص. وأنا أريد أحضر لي شوية ألوان وكذا، وأريد هم شوية أشتغل. أوكي، فأنت على راحتك أبو عتيق، أنا ما جاي لهيك. خذ راحتك على الألوان والفرش، حتى تبي شاي صب لك شاي ترى. شربت، جزاك الله خير. مين جتك الفكرة مال القطن أبو عتيق؟ والله هو البحث أولاً، كنت أبحث عن أشتغل على الشفافيات، فكيف تطلع شفافيات إلا تشوف لك ورق يكون ناي، فكنا نتخبر نستخدم الكلينكس. إيه صح. فبعد التجربة طبعاً كلها تجارب. أكيد. الكلينكس يصفر. على المستقبل يصفر. أيوة، على المستقبل يصفر وما يعطيك النتيجة. هذا القطن الأصلي يتم بياضة ناصع، ما عليك من الحين هو دمنا في غرق. نعم. أيوة، بس ينشف يطلع بياضة، وبياضة قطني يعني ناعم. نعم. مثل هذا لسه أشوف زين، بدون خط، مجرد بقعة. نعم. يعني هاي صارت بقعة، وهل فوقها بقعة، حتى الغرق اللي بيخلف اللون الجسو الأسود المات بيعطي هاي لمعة، فصار عندك الأرضية وبعدين الغرة اللميع وبعدين الورق والورق. صحيح، تامت إن شاء الله، تامت مادة تسوي أنت، صارت لي كذا مادة. ما يمكن اليوم ما تخلص لوحتك، فأني هم أريد أروح، هم أروح أرسم وأشوفها بعدين. أنا هذه مطولة، لازم يبي لها شوي تنشف، ويبي لها تخيط، ويبي لها شغلة، يعني مو إذا أخوي أنا أروح في الأخير هي بتطلع موفقة إن شاء الله. موفق إن شاء الله. حياك الله، الله يسلمك حبيبي، إن شاء الله نتشوف مرة ثانية. نتشوف إن شاء الله. يلا مع السلامة محمد. مع السلامة.